كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للطلبة في أعلى مستوياتها، وطالب الطلاب أيضا بالتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة العريقة. لازم يبقى الموضوع متكامل. أنا بذاكر كويس وعندي قاعدة علمية ومهنية كويسة، لكن كمان لو ما خليتش معاها بناء جسماني جيد أنا أثرت في حق المهنة قبل ما أثر في حق نفسي. طب تفتكر لو في طبيب النهاردة ما بيلعبش رياضة وهيقف 5 6 ساعات في غرفة العمليات يقدر يستحمل كام سنة؟ ظهره يستحمل قد إيه؟ تفتكر؟ عدد سنين بسيطة. يبقى أنا النهاردة لو ما جهزتوش كويس هو يمكن ما يعرفش ده، هو يمكن إيه؟ ما يعرفش. انتوا محتاجين ان كنتوا معسين ظباط نتكلم على ان احنا لو ما خدناش بالنا من الحفاظ على صحتنا العامه بما فيها انك ما تدخنش. في ايه؟ ما تدخنش. واحد يقول لي دي حريه شخصيه، صح طبعا دي حريه شخصيه، لكن خلي بالك انا بتكلم في بناء شخصيه متزنه متوازنه قادره على انها تنظم حياتها، يعني زي ما كل العمر كاتب ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم في اسلوب حياه، بنتكلم في ايه؟ اسلوب حياه، ثقافه الاداء كده. انك انت مخلي بالك من وزنك، مخلي بالك من صحتك، عندك برنامج لحياتك عشان تقدر تكمل بشكل كويس وينعكس بعد كده على ايه؟ مش على عملك بس، لا حتى على اسرتك.